دكتور ليه كده بقيت الدول التانية اعتبرتنا منطقة حمراء؟ يعني ايه الخطورة على كده؟ يعني المشكلة اعتبرتنا منطقة حمراء يبقى احنا منطقة عدوى. بمعنى ايه؟ بمعنى ان اي حد من السياح ممكن يجي عندنا ممكن ياخد عدوى وما تستجيبش المضادات الحيوية، وبالتالي ده يأثر علينا في السياحة، يأثر علينا في الاقتصاد، يأثر علينا ان الناس شريعة. يعني لازم نتعدل، هو احنا مش بنهزر. يعني انا بقول لك مصر منطقه ريد زون، منطقه حمراء في استخدام المضادات الحيويه. يعني انت عندك بكتيريا عنيده، يبقى اي حد يعمل اقتصاد ولا شركات ولا استثمار هينضر، اي حد سياح هينضر. يعني خلي بالك هي الناس ما بتهزرش، انما احنا يخليها على الله وربنا رب قلوب والنبي هيشفع علينا وكلام الطيب ده ما ينفعش. طيب برضو عندنا موضوع صرف الدواء بدون روشتة، ده عامل مشكلة. ليه عامل مشكلة؟ لأنه المفروض في أي مكان في العالم مدام دواء، الدواء ده is a toxic substance. ما هو الدواء؟ الدواء مادة سامة. ما هو الدواء؟ الدواء مادة سامة. إذا أخذت للمرض بالضبط ربنا يجعلها سبب في العلاج، لكن لو أخذت من غير مرض تموت. يعني أنا باخد أسبرين عندي صداع فخدت أسبرين اتنين، لكن لو خدت شريط الاسبرين تتنقل على المستشفى. انا كاتب مضاد حيوي، مضاد حيوي تاخد قرص كل 12 ساعه. ايه انت رحت واخد هم 12 قرص، خدت ال 12 قرص مره واحده عشان تخف مره واحده، لا هتموت يا باشا. يعني خلي بالك بس. يبقى ما هو الدواء؟ الدواء ماده سامه. في دواء اسمه لانوكسين او ديجوكسين بتاع كده ربع ملي جرام بتاع القلب، ربع ملي جرام القرص، لو حضرتك خدت الشريط تموت. خلاص يبقى نقول ان الدواء مادة سامة اذا اخذت في مكانها الصحيح وجرعتها الصحيحة ادت الى نتيجة صحيحة. اما اخذتها بطريقة عشوائية يبقى انت هتضيع الدنيا. الكارثة الكبيرة في خمس امراض. المرض الاول مرض السكر. مرض السكر ده عمل لنا كارثة. ليه الكارثة؟ كان في زمان حاجة اسمها الكلاسيفيكيشن او التصنيف، يقول لك ده سكر من النوع الاول بتاع الاطفال يبقى البنكرياس اتدمر، وسكر النوع الثاني بتاع الكبار يبقى البنكرياس قل في الافراز. طيب لو واحد بياخد انسولين بقاله 30 سنه وجاله فشل كلوي، خلاص ما بياخدش انسولين ثاني. طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان اللي كان بيكسر الانسولين هو الكليه، والكليه ما بقتش تكسر الانسولين، فالانسولين بدا يتراكم. الله، الجسم فيه انسولين ثاني؟ اه. طب جه منين؟ هل يا ترى البنكرياس كان اصيب في فتره بالكسل والخمول وبعدين بدا يشتغل؟ هذا احتمال. طيب في ناس كان عندها سمنه وعملوا عمليات تحويل مسار للمعده وكانوا بياخدوا ادويه سكر وانسولين، بطلوا الادويه. طب ايه علاقه تحويل مسار المعده بانضباط السكر؟ النهارده بقى في اتجاه جديد ان احنا نظبط السكر من الامعاء، يعني نظبط كميه السكر الممتصه من الامعاء، يبقى داخل كميه سكر محدده، يبقى مش كتير، مش مصاصات وحلويات وشوكولاته واندومي وشيبسي، كل ده هيبوظ السكر، هيبوظ الامعاء. لما تيجي تكلم الناس على مرض السكر وتقول يا جماعه نظبط الجرعه، يقول لك لا الدكتور قال لي تاخد 22 وحده الصبح و12 الظهر و8 بالليل. يا عم خلاص الكلام ده خلص، نزلت قرارات جديده بتقول نقيس السكر صاي، نقيس السكر صاي، وبعد ال 180 اللي هو كيدني ثريشولد، بعد 180 كل 40 وحدة سكر لهم وحدة انسولين. يبقى انا عندي السكر بتاعي 220 يبقى فيها 40 يبقى فيها لها واحد شرطة انسولين. طب السكر بتاعي 260 شرطتين انسولين الصبح مع الفطار. طيب لو سكري 300 ثلاث شرط انسولين مع الفطار طويل المفعول. كويس؟ لا الدكتور قال لي 20 الصبح و10 الظهر و10 بالليل و10 مائي و10 الوان و10 اصفر و10 احمر، كلام الهبل ده بطلناه. نازله دلوقتي تفصيل الجرعه على قد السكر. طيب جاي لي الناس الاطفال العياده بياخد الانسولين ويترعش ويقع والسكر بتاعه 40 و60. طبعا ما بياخدش الانسولين الا اذا السكر بتاعه عدى ال 200. لا الدكتور لازم قال لي ياكل وبعدين ياكل حاجه مسكره فالسكر يعلى وبعدين ياخد الانسولين السكر ينزل. ايه ده؟ ما بطلوا ده خلاص. بس الناس مش مصدقه. ده اللي نازل والله من منظمه الصحه العالميه، كل 40 وحده سكر بعد ال 180 لهم وحده شرطه ايه؟ شرطة ايه؟ انسولين. الناس مش مصدقة. المرض الملعون الثاني المرض بتاع الجلد. جاية لي واحدة العيادة معاها 22 انبوبة مرهم انواع مختلفة.
كل ما تروح لدكتور يديها انبوبه مر ومضاد حيوي ومضاد فطريه والجلد مليان بوتش ومليان التهابات. كل ما تروح لدكتور يديها ايه؟ مضاد حيوي او كريم او مر. الكارثه بتاعت امراض الجلديه والله والله اقسم بجلال الله علاج الجلد من الداخل وليس الخارج. لسه دي ما وصلتش لدكاتره الامراض الجلديه. علاج الجلد من الداخل وليس من الخارج، يعني يا دكتور يعني علاج الجلد تنظف القولون، تنظف الكلى، وتنظف الكبد، ها، وتنظف الامعاء، خلاص، وتظبط السكر، وتظبط الاملاح، وتظبط النوم، وتظبط الحاله النفسيه، وتظبط الاكل الصحي، هتلاقي الجلد اتعدل لوحده. خلاص، الجلد مرايه. الجلد مرايه، الجلد مرايه جسم. طول ما الدنيا جوه نظيفه الجلد نظيف، طول ما فيه الكليه مليانه ملح هقعد اهرش واقطع نفسي. باكل اكل غلط اهرش وقطع، كل يوم بيجي لي انا بهرش وخدت كل الادويه ما نفعتش، اقول له هات ورقه وقلم واكتب، ها، الاكل، لب، مش عارف سوداني، مش عارف جيلاتي، كلت محشي، كلت بصل، كلت مانجا، كلت كذا، اكتب الاكل وماذا حدث بعده. كل يوم لمده اسبوع وبعدين تجي لي. اللي هيطلع معاه حساسيه هشطبه، واللي يطلع ما بيعملش حاجه هخليه. يعني واحده جايه عندها ابنها 10 سنين بتقول ان الفرع الدكاتره كلها الواد بيهرش ويقطع نفسه وساعات بياكل ويرجع. قلت لها الجدول اهو نعمله، الاكل ماذا حدث، الاكل ماذا حدث، الاكل ماذا حدث. جه لي بعد اسبوع قالت لي انا اكتشفت ماده واحده بس بتخليه يرجع ويهرش، عارف ايه؟ المحشي، وانا كل يوم بعمل محشي. تصدق؟ مش المانجا، مش الشيبسي، مع ان الشيبسي بيعمل هرش بتقطيع الدم وبيعمل وبلاء. وبقول والله العظيم، والله العظيم علاج الجلد من داخل الجسم، لا هديله كريم. والله العظيم علاج الجلد من داخل الجسم، فاهم الناس ازاي؟ والله العظيم مرض السكر بنقيس السكر صايم ونفصل الجرعه. ويقعد بقى يحقق معاك، انت هتفهم اكتر من الدكاتره، انت لا حول ولا قوه. طب انت جاي لي ليه؟ انت جاي، انت جايني عشان تعاندني؟ قلت ليه كده؟ بقيه الدول الثانيه اعتبرتنا منطقه حمراء، يعني ايه الخطوره على كده يعني؟ ايه المشكله؟ اعتبرتنا منطقه حمراء يبقى احنا منطقه عدوى، بمعنى ايه؟ بمعنى ان اي حد من السياح ممكن يجي عندنا ممكن ياخد عدوى وما بتستجيبش المضادات الحيويه. وبالتالي ده ياثر علينا في السياحه، ياثر علينا في الاقتصاد، ياثر علينا ان الناس مشاريع. يعني لازم نبطل حاجة. يعني لازم نتعدل. هو احنا مش بنهزر. يعني انا بقول لك ان مصر منطقه ريد زون، منطقه حمراء في استخدام المضادات الحيويه. يعني انت عندك بكتيريا عنيده، يبقى اي حد يعمل اقتصاد ولا شركات ولا استثمار هينضر، اي حد سياح هينضر. يعني خلي بالك، هي الناس ما بتهزرش، انما احنا يخليها على الله وربنا رب قلوب والنبي هيشفع علينا والكلام الطيب ده ما ينفعش. طيب برضو عندنا موضوع صرف الدواء بدون روشته، ده عامل مشكله.